وللحديث عن استمرار عمليات الاستيلاء على العقارات في الموصل من قبل الميليشيات ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد سنجري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، تحياتي لكم. سيد زياد، أين تتركز عمليات الاستيلاء على الأراضي في مدينة الموصل؟ ومن هي الجهات التي تقوم بهذه التجاوزات؟ نعم، الحقيقة ما يجري في مدينة الموصل هو ليس تركيز في منطقة دون أخرى. كل منطقة أو كل أرض أو كل عقار تابع إلى الدولة هو هدف للميليشيات والأحزاب والشخصيات السياسية وفي الفاسدة في مدينة الموصل ومحافظة نينوى وبل من خارج محافظة نينوى. ما يحدث الآن في مدينة الموصل هي كعكة يتم تقاسمها. ما يحدث الآن في مدينة الموصل هي عمليات تغيير ديموغرافي. كون الذين استحوذوا على الأراضي قسم منهم تمت كتابة هذه الأراضي العقود باسمهم وهم من خارج مدينة الموصل. يعني مسقط الرائد خلافا للضوابط والتعليمات، مسقط الرائد من خارج مدينة الموصل، إضافة على أنهم لا يستحقون هذه الأراضي. قسم منهم مستفيد أكثر من مرة، مرتين، ثلاثة، أربعة، وقسم منهم لأن أخوه نائب بالبرلمان، والآخر لأنه أخوه محافظ حالي، والآخر لأنه أخته أحد الشخصيات سيدة استفادت من قطعة أرض لأن أخوها محافظ سابق. نحن أمام معضلة أخلاقية. ما يحدث الآن أن الطبقة السياسية تجد أن كل ما موجود في مدينة الموصل معرض للسلب والنهب، والمواطن الذي يشتكي والمواطن الذي يبدي اعتراضه هو داعشي، تكفيري، بعثي، شوفيني إلى آخره من في كلمات والاتهامات الجاحدة. هل ما يجري هو مجرد عمليات فردية وتجاوزات فردية أم أن ذلك منظم للاستيلاء على الأراضي في الموصل؟ لا يوجد شيء فردي، هناك عمل جماعي للأحزاب والميليشيات لتقاسم الغنائم في مدينة الموصل. ما يحدث الآن أن أبناء مدينة الموصل ومحافظة نينوى يتعرضون إلى هجمة لا تقل عن العمليات العسكرية التي حدثت. هناك شخصيات مثل مدير طابقة الكيف يمنح قطع أرض مميزة باهظة الثمن في قلب مدينة الموصل في حي المهندسين تحت أي بند، ولماذا؟ إذا لم يكن مشاركا لهذه الأحزاب. هناك شخصيات أخرى مثل موظفة في البلدية تمنح قطع أرض مميزة جدا وباهظة الثمن لا يستطيع أي مواطن الحصول عليها، حتى القادة العسكريين السابقين عندما كان النظام الوطني في العراق لم يستطيعوا الحصول على مثل هذه الاراضي، كيف يحق لهم؟ الحقيقه هذه العمليه بدات منذ سنوات ولكنها اصبحت الان بشكل لا يطاق، خاصه في مدينه الموصل كون كل شخصيه تستلم المحافظه تبحث لها عن قطعه ارض او قطعتين في مناطق متميزه. واعتقد بان ما يجري الان هو اتفاقات ضمنيه بين الاحزاب التي هي محسوبة على أهل مدينة الموصل ومحسوبة على السنة. وهناك أيضا القضاء الأعلى العراقي مشترك بهذه الجريمة كون الملفات الفساد التي فتحت على بعض الشخصيات مثل مدير الطابة محمد الأعرجي وتمت إدانته ولكن نقلت الملفات إلى بغداد تمهيدا لإطلاق سراحه مقابل مبالغ مادية، بحيث أن فائق زيدان مدير القضاء الأعلى تدخل في الموضوع ونقل هذا الملف. إذا لا نتحدث عن تصرفات فردية، وإنما هناك عمل ما بين القضاء، ما بين الميليشيات، ما بين الإدارة المحلية في مدينة الموصل، ما بين السياسيين وتواطؤهم وسكوتهم مقابل قطعة أرض هنا وهناك والاستيلاء على مقدرات هذه المدينة التي أصبحت كل يوم تختلف نتيجة هذه التجاوزات التي تقوم بها تلك الميليشيات والأحزاب والشخصيات السياسية من خارج مدينة الموصل والتي فرضت إرادتها على المدينة وأبناء المدينة. نعم. سيد زياد، يبدو أن فقدنا الاتصال مع زياد سنجري الصحفي والإعلامي الذي كان معنا عبر الهاتف من فيينا.